مرحبا، بهذا الفيديو راح نتخصص بالحديث عن امتحانات وتقييمات الفصل الدراسي الأول. مثل ما صرتوا عارفين ووصلكم برسائل مفصلة جدول وتوزيع مواد الامتحان للفصل الدراسي الأول اللي راح يتم خلال الأسبوعين 16 و17، ويك 16 وويك 17. طبعا لكل مجموعة على حدة، جروب A راح يحضروا بويك 16 وجروب B بويك 17. خلال هذين الأسبوعين راح يتم تقييم التلميذ داخل المدرسة تحت إشراف أساتذتهم، وراح يتخصص نهار أربعة من كل أسبوع لحتى التلاميذ تراجع دروسها بالبيت لترجع تكفي امتحاناتها. إذا كل التلاميذ هن ملزمين بالحضور للمدرسة مدرسة دوريا الإبداع لإجراء امتحاناتهم وتقييماتهم حسب كل مرحلة تعليمية تحت إشراف المسؤولين وأساتذة المواد اللي عم ياخذوها. طبعا في بعض الاستثناءات اللي راح تتم لبعض التلاميذ لحتى يجروا امتحانات الفصل الدراسي الأول عن طريق الأونلاين، وهذه الاستثناءات بتشمل فقط التلاميذ اللي هم مسافرين خارج البلاد أي بداعي السفر، التلاميذ اللي عندهم أو مصابين بمرض مزمن أو نقص مناعة، التلاميذ اللي لا سمح الله كان عندهم مصابين بفيروس كورونا أو اختلطوا مع أشخاص مصابين بالكوفيد 19، الله يحمي الجميع. طبعا هيدول الحالات الثلاثة هم فقط المسموح لهم بأنه يجروا امتحاناتهم عن طريق الأونلاين، ولكن بعد ما يكونوا عبوا استمارة خاصة رح تصدم من قبل المدرسة ومرفقة هذه الاستمارة من قبلهم بإثباتات بتثبت حالة التلميذ اللي بتمنعه من أنه يجي على المدرسة ويجري امتحاناته مثل باقي الزملاء. امتحان الأونلاين رح يتم عن طريق الزوم، طبعاً رح نفتح الزوم والكاميرا لازم تكون مفتوحة مع التلميذ لحتى يجري امتحانه ويحله بخط الإيد ويلتزم طبعاً بالوقت ومواعيد الامتحانات اللي رح ترسل له بجدول مفصل لكل صف، ويتبع هذا الجدول ويجري امتحانات ويحلها بخط الإيد ويحملها على التطبيق المدرسي بموعده المطلوب. أي تأخير بمتابعة الامتحان أونلاين أو تحميله رح يتحمل التلميذ مسؤولية هذا الموضوع وممكن يكون الامتحان ملغى. إذا هي الحالات الثلاثة فقط اللي يسمح لها بأنه تجري امتحاناتها أونلاين. أما التلاميذ اللي أولياء أمورهم ما عندهم هذه الأسباب الثلاثة ولكن ما حابين أنه أولادهم يختلطوا مع باقي زملاء التلاميذ في المدرسة من أجل الوقاية الصحية، طبعاً راح يتم تخصيص نهار خاص لهدول التلاميذ لحتى يجروا امتحاناتهم ايضا تحت اشراف الاساتذه بالمدرسه من دون ما يختلطوا برفاقهم. ممكن يكون نهار الاربعاء يلي هيدا النهار بيكونوا جروب A وجروب B موجودين ببيتهم. طبعا راح يوصل للجميع جدول مفصل بمواعيد امتحانات التلاميذ يلي ما عندهم اي سبب لحتى يجروا امتحان اونلاين، وايضا ما حابين اهاليهم انهم يختلطوا مع باقي التلاميذ من اجل الوقايه. المدرسه راح تكون متاحه لهم، راح يتوزعوا عنا كثير صفوف، طبعا حيمكن كل صف يكون في تلميذ لحاله عم يجري امتحانه. هيدي هي المعلومات حول سمستر 1 الفصل الدراسي الأول، عن طريق أنه كل تلميذ لازم يجي يحضر إلزامياً لحتى يعمل امتحانه، وأيضاً مين الاستثناءات يلي بيقدروا يعملوا امتحان أونلاين، وأيضاً التلاميذ يلي ما عندهم أي سبب ولكن ما حابين يختلطوا. بذكركم أنه كل التلاميذ المفروض تكون قد أنهت الأونلاين كوزز السابقين منذ بداية العام الدراسي لليوم قبل موعد امتحانات السمستر 1 حتى ما يتم وضع أي علامة صفر لهم على الامتحانات السابقة، ينهوا كل الأونلاين كوزز قبل موعد امتحان سمستر 1. هيدي كانت كل المعلومات. مثل ما بيقول لمزيد من التفاصيل رح يوصلكم رسالة مفصلة عن كامل الجداول وتوزيع المواد ومواعيدها. وهلأ أنا بودعكم وإلى اللقاء.